السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو اللي بدنا نتكلم فيه عن آخر أخبار منتخب سوريا والغيابات. اللي بكل فيديو نجيب لاعب ولاعبين غايبين متواجدين بالقائمة، قسما بالله العظيم شيء معيب جدا. خلونا نفوت بالفيديو على السريع، حط لنا لايك الفيديو، اشترك بالقناة، هذا يدعمني ويحفزني للاستمرار، وايضا ما تنسى تدعي لاخوتنا واهلنا هنالك بالنصر والصبر، الله يا رب يصبرهم ويثبتهم وينصرهم. وخلونا نفوت بالفيديو على السريع. لكن صحيح في هنالك اصابات وفي هنالك بعض الاخبار السلبية، لكن الحمد لله في هنالك اخبار ايجابية بهذا الفيديو مفرحة. اهم خبر انه الحمد لله رب العالمين ايميليانو عمور رسميا حصل على لقب الدوري التشيلي. إيميليانو عمور أصبح في سيفيه التاريخي بأنه حاصل على الدوري التشيلي مع كولو كولو التشيلي بعد تعادل ناديه كولو كولو أمام متذيل ترتيب الدوري التشيلي، ولكن الحمد لله منافس كولو كولو الوصيف تعادل أيضا في ذات الجولة، الأمر اللي خلى الحمد لله كولو كولو لا يزال متصدر وإيميليانو يحصل على لقب الدوري التشيلي. إيميليانو دخل في المباراة الأخيرة اللي تعادل فيها فريقه بشكل أساسي وحصل على تقييم جيد نوعا ما 7.3، الحمد لله رب العالمين. إيميليانو حاليا في هنالك تتويج له، في هنالك مراسم تتويج راح تصير هنالك في تشيلي مع ناديه كولو كولو، ولكن هاي حطوها حلقة بأذانكم بأن إيميليانو رفض أنه يكون متواجد حاليا في هاي الأجواء الكرنفالية والجميلة مع ناديه، وأصر إلا أن يأتي مع المنتخب وأن يمثل منتخبنا في ودية روسيا. هاي حطوا لي حلقة بأذانكم وحطوها حاليا أمامكم وقارنوا مع اللاعبين اللي حاليا راح أذكر أسمائهم بعد كم خبر إن شاء الله وبعد كم دق. ننتقل للخبر اللي بعده، المعتذر اللي بصراحة بلش يطلع من عيني أنا شخصيا، ما أعرف عنكم، إيزاكيل العم خسر مع ناديه أندبندتي ريفادافيا بنتيجة 2-1. إيزاكيل دخل في الدقيقة 69 وحصل على تقييم سلبي نوعا ما 6.2. ننتقل للخبر اللي بعده، إصابة سيمون أمين، انصاب الياس هدايا وانصاب معرف مين وانصاب الآخر، كلهم أتتهم الإصابات فجأة سبحان الله في آخر جولة مع أنديتهم قبل الالتحاق مع منتخب سوريا. في شيء مو طبيعي، في شيء مو معقول. هاي الإصابات كلها وهاي الغيابات في عليها ملاحظة، ممكن يكون في هنالك، صدقوني أنا ما أعرف ليش حاسبي إنه في هنالك 95% تعاون ما بين اللاعب وناديه من أجل التهرب من المجيء إلى منتخب سوريا، وما يقدرون هم يعلنون هذا الشيء، يقولون لا إحنا ما بدنا نرجع لمنتخب سوريا وخلاص، خوفا من الجمهور السوري اللي راح يعمل ضغط كبير عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي وراح ينبذهم بكل مواقع التواصل الاجتماعي وراح يهاجمهم. فبصراحة لازم تفتح تحقيقات في مسألة اللاعبين المعتذرين اللي بصراحة ما عاد يحملون خالص. المشكلة انه صار في هنالك تعاون، يعني في استهتار اداري بالمنتخب، في هنالك من الانديه، من اللاعبين المحترفين، من اللاعبين حتى غير المحترفين، اللاعبين المعتذرين بشكل عام، في هنالك استهتار باداره المنتخب، على قولهم هاي اداره خلاص ايش ما نقولها تصدق، نقولها اصابه خلاص نقدر نغيب، نقولها التزام مع نادينا نقدر نغيب، في هنالك استهتار من اداره المنتخب وعدم وضع قوانين رادعه لهذول المعتذرين اللي عملوا المنتخب شوربة. حاليا إصابة سيمون أمين مع ناديه سانديفورد بآخر مباراة فاز فيها نادي سانديفورد وابتعد قليلا عن مراكز الهبوط، لكن هذا مو حديثنا، الحديث انه سيمون أمين خرج بالدقيقة 74 للإصابة. في هنالك إيرور بمخي، ليش كل اللاعبين انصابوا بآخر جولة قبل التحاق اللاعبين هذولا بودية روسيا؟ ومع الأسف قبل قليل كنت مصور الفيديو قلت انه بما انه سيمون امين انصاب فاتمنى انه نعطي مالك جنعير فرصة. مالك جنعير لاعب نادي الوصل الاماراتي اللي يعتبر من اقوى الاندية هنالك في الامارات في دوري قوي حاليا في هاي السنوات الاخيرة، الدوري الاماراتي الممتاز، وايضا نادي الوصل يلعب في دوري النخبة الاسيوية، وما شاء الله مالك جنعير قام يلعب مع الفريق الأول مع نادي الوصل الإماراتي، إضافة إلى أن مالك جنعير أيضا لا يزال في مقتبل العمر وفي مقتبل الشباب، فهاي بصراحة المواصفات كلها تدل على أن مالك جنعير يجب أن يأخذ فرصته حاليا أيضا مع إصابة سيمون أمين واعتذار إيزاكيل، فلازم يكون مالك متواجد. لكن صفحة الاتحاد قبل قليل نزلت بأنه لن يتم تعويض سيمون أمين وسنكتفي بدل 24 لاعب ب 23 لاعب في ودية روسيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب أزيدكم من الشعر بيت، أيهم أوسو رسميا وعلى صفحة الاتحاد السوري لكرة القدم أيضا نشر أنه غاب عن ودية سوري أمام روسيا وتم استدعاء علي الرينا عوضا عنه. سؤال يطرح نفسه، أيهم أوسو في مباراته الأخيرة مع ناديه رويال شارلور والبلجيكي اللي انتهت 1-0 وانتصر فيها أيهم أوسو ودعمناه احنا كجمهور سوري خلوق وطيب ندعم أي لاعب سوري محترف، لعب أيهم أوسو 90 دقيقة لم يبدل حتى الوقت البدل الإضافي لعب أيهم أوسو، متى لحق ينصاب أيهم أوسو؟ يا جماعة في هنالك أسئلة حاليا ببالي تحتاج إجابة. فبصراحة في هنالك استهتار 100% من ما بدنا نقول كل اللاعبين، من جل اللاعبين أغلب اللاعبين بمسألة الاعتذارات، أغلبهم قادرين أنهم يحضرون المباريات مع المنتخب ولكن مزاجهم مو قايل لهم بهاي الفترة أنهم يجون مع المنتخب مع الأسف. ننتقل للخبري اللي بعده، عن جد هذا خبر مهم جدا إذا طبق سيستفيد منه المنتخب بشكل مهول. حرام 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 هوزان عثمان ما يتم استدعائه لمنتخب سوريا، حرام هوزان عثمان ما يتم استدعائه لمنتخب سوريا. هوزان عثمان بمباراة البارح في الدوري الهولندي تحت 21 سنة مع ناديه نيجيجن اللي يحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي للشباب تحت 21 سنة، يا رجل ما شاء الله كمية مهارة وموهبة ومراوغات ما شاء الله شايلة هوزان عثمان ما يعلم بها غير رب العالمين، ما شاء الله عمل أسيست لفريقه وما شاء الله عمل تقريبا حوالي 7 مراوغات ناجحة تبارك الله، يا رجل صاحب لمسة أوروبية. ما بدي أحط على الفكرة الحق على خوسيلانا بعدم استدعاء هوزان عثمان لأنه ممكن جماعتنا في هنالك ممكن ناس بالاتحاد لسه ما أطلعوا خوسيلانا على هذا اللاعب اللي كان معنا في السابق قبل ما يجي خوسيلانا، لذلك إحنا كجمهور إذا نقدر على حسابات خوسيلانا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكادر خوسيلانا أنه دائما نبعث فيديوهات لهوزان عثمان ونطلع المدرب على هذا اللاعب الكبير ما شاء الله اللي حاليا يحق له بشكل قانوني نظامي 100% أنه يمثل منتخب سوريا الأول، فقط دعوته وأن يلتحق بمعسكر المنتخب يمثل منتخب سوريا الأول، وصدقوني لاعب ما شاء الله يملك من الموهبة والمهارة الكثير، كنا نعرف وزير عثمان ما شاء الله كيف هو الفارق الوحيد بمنتخبنا الشبابي ولا حتى لما كان مع الأولمبي، كيف تحسه لاعب بصراحة ممتاز وتميز عن كل فرقة منتخب سوريا الأخرى، مبين صاحب لمسة أوروبية ومؤسس صح. فحاليا غيابات منتخب سوريا أصبحت كالتالي، خليل الياس تعذرا بالتزامه مع ناديه المتصدر على أساس مشان يحافظون على الصدارة، وأيهم أوسو تعذرا بالإصابة، وإلياس هدايا تعذرا بالإصابة. طبعا أيهم أوسو وإلياس هدايا أصيبوا في آخر جولة قبل الالتحاق بمعسكر منتخب سوريا بآخر جولة، ما أعرف ليش ذهني قام يروح بعيد، أتمنى بصراحة أطلع غلط. إذا كان العم تعذرا بسبب ظروف عائلية حصلت معه، مبين مو مبين كذب، لأنه مو معقول 15 اسم كلها ظروف بكل معسكر و16 اسم كلها ظروف عائلية وإصابات ما قام تصير غير مع منتخبنا. وسيمون أمين تعذرا بالإصابة، وتوبياس القاضي بدون أي سبب وبدون أي حجة هيك ما بده يجي على المنتخب، واستيبان جليل هذا اللاعب الوحيد الخلوقي اللي تعامل مع إدارة منتخبنا المستهترة باحترافية، وحتى لو ما تعامل معه باحترافية كان غاب، ولكن هذا لاعب خلوق ولاعب صاحب أصل. الحارس استيبان جليل كلم ناديه مشان يبعث رجاء حار الاتحاد السوري مشان يبقى استيبان جليل مع ناديه لأنه عنده مباريات حاليا في البلاي أوف تحديدا في دور ربع النهائي المؤهل من الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى إلى الدوري الأرجنتيني الممتاز، يعني حاليا حصاد الموسم. فبصراحة استيبان جليل أرسل اعتذار شفهي ورجاء من ناديه وهو بشكل شخصي للاتحاد السوري، وبصراحة أيضا عذره عذر معقول. فاستيبان جليل بصراحة عذره هذا مقبول منك كجماهير سورية. عمر خريبين ما بدي أتكلم خالص عنه هذا، وعبد الرحمن ويس ما أعرف ليش صار ثالث مرة يتم طلب عبد الرحمن ويس وأيضا يرفض بدون أي سبب داليهو، أيضا هذا اللاعب لا فعلا هذا اللاعب مصاب، صار له شهر كامل ما ينزل مع مباريات نادي، مو آخر جولة انصاب، لا فعلا صار له شهر كامل ما ينزل مع مباريات نادي وللآن لم يشارك في التدريبات الجماعية. محمود داود أكيد تعرفون القصة، ما في هنالك تقارب ما بين الآراء ما بين محمود داود وجماعة الاتحاد السوري. فبصراحة مشكلة مشكلة هاي مسألة الغيابات والاعتذارات اللي أغلبها مثل ما شفتم حاليا لاعبين فقط نقدر نقول فعلا اعتذاراتهم حقيقية،
وبغير منتخبات كان في هنالك فعلا غيابين ثلاثة فقط، لكن احنا 15 و20 غياب بكل قائمة، والمشكلة انه اغلبيتهم لاعبين اساسيين من القوام الاساسي بالمنتخب. ننتقل لاخبار سارة شوي. فاغون دو مطر واغناسيو ابراهام والوفي ايميليانو عمور في طريقهم للالتحاق ببعثة منتخب سوريا لمباراة سوريا امام روسيا هنالك في روسيا تحديدا يوم 19/11. وننتقل للخبر الاخير، نقول التشكيلة الامثل لمنتخب سوريا في مواجهة روسيا بعد كل هاي الغيابات الكثيرة والمؤثرة بكل صراحة. في حراسة المرمى اكيد احمد مدني، اما في مركز قلبي الدفاع بصراحة كنا مطمنين لما كان ايهم اوسو متواجد، لكن حاليا بدنا نضطر نشرك احمد فقه إضافة إلى إيميليانو عمور. فاغون دو مطر سيتم تجريبه في مركز الظهير اليمين، وإغناسيو أبراهام سيلعب في مركز الظهير اليسار. أما ثلاثي الوسط فالموهبة ما شاء الله محمود الأسود إضافة إلى محمد عثمان المجتهد مع ناديه لامفون واريورز، واللي على الفكرة يعاني من إصابة طفيفة، ولكن أيضا هذا اللاعب شريف أصر أنه إلا أنه يتواجد مع منتخب سوريا في ودية روسيا، إضافة إلى نوح شمعون. هاي أفضل ثلاثة أسماء عندنا في خط الوسط. أما في خط الهجوم فعندنا عمار رمضان في مركز الجناح اليسار، والصلخدي في مركز الجناح اليمين، إضافة إلى بابلو صباخ في مركز رأس الحربة. هاي أفضل تشكيلة لمنتخبنا نقدر نواجه فيها المنتخب الروسي الصعب بكل صراحة. ولكن أختم فيديوي بمناشدة للاتحاد السوري لكرة القدم، كفاكم استهتارا، أصبح منتخب سوريا شوربة، لازم نلاقي حل سريع لمسألة الاعتذارات والغيابات. اللاعب اللي يعتذر أكثر من مرتين، يعتذر 3 مرات و4 وتحسون إنه الاعتذار غير منطقي، كله لظروف عائلية. إيش هاي العائلة اللي 24 ساعة عندها ظروف وكل السنة عندها ظروف؟ فأتمنى إنه يتم معاقبته وطرده من المنتخب، ويتم طرد الأول والثاني، الثالث ما عاد يسترجي، يتعذر بأعذار غير منطقية. فمن أمن العقاب أساء الأدب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.